السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى مع يمين بن علي. اليوم باش نحضر معكم بريوش طريقته سهلة ويجي بنين وإن شاء الله يعجبكم. نشوفوا مع بعض مقادير البريوش. عندي 600 غرام فرينة ومغربلة غربلتها، وعندي 90 غرام سكر حبيبات، عندي قياس مغرفة متاع أكل، خميرة فورية متاع خبز، بسم الله الرحمن الرحيم، عندي مغرفة صغيرة فانيليا، عندي رشه ملح صغيره هاكم تشوفوا فيها صغيره خاطر البريوش هذا يجي حلو نعملوا فيه غير رشه صغيره ملح. عندي بيضتين تخلط مليح البيضتين، عندي 250 مللتر حليب يبدا دافي نبدا نعجنوا به. نخلطوا شويه المكونات ونبدا نصبوا بشوي بشوي الحليب. بسم الله الرحمن الرحيم، نوصلوا مرحلة نصف العجن ونحنا نزيدوا 3 مغارف زبدة ذايبة. بسم الله الرحمن الرحيم، ونكملوا نعجنوا لين العجينة تقبل الزبدة كاملة. كملت عجنة البريوش، بقيت 7 دقائق وانا نعجن فيه لين تحصلت على قوام رخو كيف هك. حطيته تو في المعون باش نخمر فيه، تو نخليه ساعة ونرجع باش نشكلوه. العجينة متاعنا حضرت وتخمرت هاكم تشوفوا فيها ما شاء الله، تو نحط شوية فرينة في طاولة العمل ونحط العجينة. بسم الله، نحي منها شوي، نحيت منها الطريف هذا، رجعت العجينة لإناء التخمير، نعاود نغطيها، نحلو الصغيرة الأول باش نحي منها الوردات باش نحطهم في وسط البريوش. نقسموا العجينة على 3 حسب التقريب، نعاود نرجع هذه هكا شوي. ذوبت 3 مغارف زبدة وعندي 2 مغارف ونص سكر، تو نخلط السكر والزبدة باش ندهنوا به وسط البريوش. حركته مليح، ندهن القطعات اللي نحيتهم، نبرموا تو القطعات كيف هكا، نتحصلوا على وردة كيف هذه نحطوها على شيرة الرولي هذه ثانا كيف كيف باش نتحصلوا على نفس الوردة كيف هذه باش نحطوها في وسط البريوش. نحطهم في صحن بحذايا كيف هكا، ونكمل نحل القطعة اللي خليتها الأخرى، ماذا بيا نزيد نحملها 2 أخرين. نخليهم توا جانبا، نحطوا شوية فرينة في طاولة العمل ونجيبوا العجينة الكبيرة ونحطوا فوقها باش تساعدنا في الحلين. بسم الله الرحمن الرحيم، ونحاولوا نحلوها قد ما نجم، خلوهاش خشين. توا عندي بقية الزبدة والسكر نخلطهم مليح وندهن بالقيمة كاملة وجه البريوش. وجه البريوش بالزبدة والسكر، توا نحاول نبرمه بشوي من غير ما نرصو باش ما يجيش مكبد. نحي البلاصة الطرفانية نتاع البريوش الوردة الأخرى هذه، ونزيد نقيس عليها ونزيد نحيها. بسم الله، نحطهم جانبا ونحل البريوش. بسم الله الرحمن الرحيم، من نص الشطر نتاعو بالضبط. البريوش نتاعنا حليتو، نجيب وردة من الوردات ونحطها في البداية لهنا، شوفوها معايا ديما نقلبو البلاصة المشرشفة هذية يلزمها تجي من فوق. كل دورة نعملو فيها وريدة من الوريدات هذايا باش نزينو بريوشنا اليوم.
حضرت طبق فرجته بوراق الزبده باش نحط فيه البريوش. نهز تو البريوش بالشوي نساعده. بسم الله الرحمن الرحيم. نحاولوا نسكروا كل الجناب المحلوله. حطيت تو البريوش في المول، نغطيه ونخليه لين تطلع الخميره نتاعو مره اخرى. البريوش نتاعنا طلعت الخميره نتاعو. تو جبت اصفر بيض خلطته مليح، عندي قطع من اللوز وعندي شويه سكر بيرلي، السكر اللي نعملوه في البريوش خاطر هما بريوش حلو النجم نزيدو فيه الحاجه الحلوه من فوق. ندهن تاو الوجه نتاعو. تو باصفر البيض حبيت نوريكم الوريدات الصغيرين ما شفتونيش عملتهم، فضلت شويه عجينه ما حبيتش نخسرها، وليت حطيتها في جناب المول. هاكم تشوفوا فيها عندي شويه سكر بيرلي، تو نحط فوقه شويه. بسم الله الرحمن الرحيم. عندي شويه لوز نحط من فوقه شويه باش يجينا يتقرمش ويجينا مذاقه باهي. تو البريوش تو حليت الفرن على درجة حرارة 180، نحطو تو في الفرن. البريوش متاعنا حضر كيما تشوفوا، شد 25 دقيقة. تو يبرد شوي ونحطو في صحن التقديم ونرجعولو إن شاء الله. خرجت البريوش من المول متاعه وبرد شوي، تو النجم نقصلكم شوي. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ثاني الوجه متاع البريوش من داخل، تجربوه ويعجبكم. الى اللقاء في وصفة قادمة عن قريب. دمتم في امان الله وحفظه. الى اللقاء.